والله انا كل يوم اللي ما كنت انزل فيه طبعا عامله شرط الجوازي من زوجي انه لا يمنعني من العمل الدعوي. قلت له يوم ما تمنعني زواجك مني باطل باطل باطل. فلان انا التزمت بسبب عمل دعوه. انا دخلت لي اخت في اسبوع القران، كان تعرفين الاسابيع اللي بتتعمل في، ما اعرفش انت حضرت، انا صار من ايام البسوس انا، فكانت بتتعمل اسابيع زمان، اسابيع اسبوع فلسطين، اسبوع الاختلاط، اسبوع القران، فكان اسبوع القران. ولمين البنات حوالينا وانا مش ملتزمه ولا لابسه حاجه ولا الهوا ولا بصلي، بس بصوم في الجامعه. في الجامعه وكنا قاعدين في مدينه جامعيه، دخلت اخت من الاخوات رابعه طب، وكان عندها امتحان فارما تاني يوم، ودخلت بألبوم القرآن، قالت لهم دي هلا سمير ده اسمها مسيحي صحيح عليه بتصلي؟ قالوا لها لا محجب، لا، قالت لهم دي مالكوش دعوه بيها وتعالوا بقى وايه، وقعدت تكلمهم عن الدعوه ومش عارفه ايه، لان كان صوتنا عالي وبنقول نكت مش لطيفه ومبهدلين الدنيا. جت المشرفه قالت لنا خلي بالكم لحسن ايه بيشتكوكوا لايه الجامعات اللي هنا. الاخت سابت المجموعه كلها وجت تكلم دعوه، منظري كان لا يوحي، ولا اصلا كان حد يرضى يصاحبني من المنظر اللي انا فيه. شوقتيني اشوف صورتك. والله زوجي ما عرفني، ابقى ابعتها لكم مره. بيقول لي ايه ده، استغفر الله، انت فاتوني يا عم عقبه تشيل استغفر الله ايه بس. قال لي لا انت في دول. قلت له، قال لي والله لو كنت، قلت له بس الحمد لله انك ما شفتنيش ولا تعبت. الشاهد ان دخلت الاخت بتتكلم في دعوه، فهو في مجال هي شايفاه انا لو ما كان حصيله صفر، ولكن تبلغ ما تبقاش على رقبتك وانت على الصراط يا رب. ده كان عندهم، ما كان عندهم ما اقر للرابطه وعندهم وبيتجمعوا، ما قالوليش ما تم. فحس الدعوه كنت لحد الله سبحانه وتعالى من علينا والتزمت يومها. يعني يوم انا كان لسه جاي من عند الكوافير، ضوافري كان ضافر ورد، ضافر عليه سمكه، ضافر، كان الاخوات ياخدوا الكلام ده وانا بقصه والبنات ياخدوه. وقمت اغتسلت في المدينه في ما فيش ميه سخنه، الميه السخنه اخرها الساعه 5، فما ينفعش انك تغتسلي، ومحدش قال لي انك ان في وضوء ولا في رقعتين وهكذا. فسبب التزامي دعوه الى الله بسبب اخت احسبها والله حاسبها وربنا يبارك فيها. امين يا رب. سبب ان انا اعبد ربنا بالحب، مش بالخوف، بالرجاء. اخت من الاخوات تاني، يا وانت مش بتقومي تقولي لربنا شكرا؟ قلت لها اقول له شكرا ايه يا شاه؟ قالت مش بتصلي ركعتين قيام؟ قلت لها طب بس اصلي الصلوات، وش انت عاوزه تعملوا لي ما اعرفش ايه بعد مش هتعلم الكلام ده الاول؟ القيام يعني بتقولي لربنا شكرا، القيام يعني بتقولي لربنا انا بحبك يا رب. قلت لها ماشي. فكأن القيام ارتبط بسبب دعوه من اخت. اما القران تقول لي يا هلا في نور في القران، وانا طبعا ما شاء الله باخد الكلام حرفي، افتح عشان اشوف النور ده فين. دعوه يا رب.